وأما يوم السبت فقد حرمه بعض العلماء لحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترضه الله عليكم، لكن الحديث ضعف من حيث السند عند بعض العلماء والبعض قواه، ولكن الذي يظهر أنه ضعيف حتى من حيث المتن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يصام يوما قبل الجمعة أو يوما بعده، والحديث هنا قال إلا فيما افترض عليكم، فدل على أن صيام يوم السبت على ظاهر هذا الحديث أنه لا يصام إلا في فرض، فدل على ضعفه، والصحيح أنه لا يكره، وقد كان عليه الصلاة والسلام يكثر من صيام يوم السبت والأحد لأنهما عيد أهل الكتاب، فيحب أن يخالف أهل الكتاب.